في زي جيركن فيه الماده وبعد كده مضخه تسحب مضخه ومجرد ما هيدخل احنا هيبقى عاملين حسابنا ان يبقى في التعقيم من بره ممكن اعقد من بره وبعد كده برضه هنجيب حاجه تعمل قياس درجه الحراره وبعد كده هيدخل جوه في سنسور تاني هيحس هيديله 5 ثواني وبعد كده هيبتدي ايه؟ يرش ممكن احنا نعمل كده هو بيرش على ايه؟ زي بخار يعني كده ولا ازاز ازاز ممكن يتشرب وما فيهاش اي اضرار اسمها فيت كولنس دي ماده امريكيه التركيز بتاعها التركيز بتاعها لو انت بتتكلم على الملابس وعلى تعقيم الايدين 15 جرام 15 جرام لكل 20 متر لو انت بقى في عندك حاجات اصلا فعلا ملوثه عايز لكل لتر 7.5 جرام وتقضي على الفيروس في 4 دقائق 5 دقائق مش اكتر مش ساعات الكلام ده انا عندي اختي شغاله فيرولوجي وهي بتعمل دكتوراه وهي دي هتبقى يعني ايه؟ مفيش اي خوف ولا اي قصد بقول لحضرتك حتى لو شربها السنسور ده يبقى بس حركه يعني السنسور بيجي هيقطع زي ضوء ضوء بحيث ان هو مجرد ما هيقطع ده معناها هيديله 3 4 ثواني لحد ما يدخل جوه وبعدين يبتدي ايه؟ يعني ممكن اجرب النقطه